أكدت وزارة الخارجية أن معبر رفح مفتوح، ومن يعيق دخول المساعدات هو الجانب الإسرائيلي. وشددت وزارة الخارجية أن مصر لن تقبل المزايدة على مواقفها داعمة للحقوق الإنسانية الفلسطينية. ودعت الخارجية كل من يروج أو يدعي بغلق معبر رفح عليه الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر.